مداخل البيت وكذا فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للصلاة يقول أنه صلى حسب الجهاز الذي معه دلّاه على قبلة ثم تبين له أنه خطأ الذي في الجهاز فالصلاة صحيحة، كما لو سألت إنسانا أين القبلة فدلّاك على جهة خطأ فصليت بناء على كلامي ثم تبين أنه لم يعطيك الجواب الصحيح فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج إلى إعادة الصلاة.